أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل زعيم حوثي بارز برفقة عائلته، وهو الحادث الذي يأتي ضمن سلسلة من الحوادث الغامضة لعدد من الزعماء والمقربين من الجماعة، ويعتقد أنها ضمن نشاط اغتيالات متصاعد بين جناحين متنافسين من المتمردين. الضحية هذه المرة يدعى داود الرازحي، ويوصف بأنه قائد كتائب القتال الخاصة بشقيق زعيم الحوثيين عبد الخالق الحوثي، وهو واحد من عشرات القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم غالبا في ظروف غامضة في ظل تكتم شديد على الملابسات ونتائج التحقيقات. مراقبون للشأن اليمني يرجحون أن حوادث الاغتيالات ناتجة غالبا عن تصاعد الاختلافات بشأن الثروات واقتصاد الحرب المزدهر لدى زعماء الجماعة. وشهدت العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون عدة حوادث اغتيالات وقتل خلال السنوات الماضية، طال بعضها أقارب الزعيم الحوثي ذاته. ففي العام 2019 أعلنت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين تعرض إبراهيم بدر الدين الحوثي للتصفية، وهو شقيق عبد الملك الحوثي. وفي يونيو الماضي تناقلت وسائل إعلام محلية خبر اغتيال زعيم حوثي يدعى أبو فضل يحيى منير الحنمي، والذي قتل برصاص مجهولين مع اثنين من مرافقيه. وبحسب مراقبين فإن ما يحدث اليوم من اغتيالات يأتي ضمن الخلافات بين الأطراف المتشددة والأخرى المعتدلة، لكن هذا لا يمثل سوى جزء من قائمة الأسباب الطويلة، والتي تشمل أيضا تزايد المعارضة ضد تحشيد الحوثي لخوض معارك طاحنة أخرى للسيطرة على مأرب. هذا بالإضافة إلى الأعداد الهائلة من القتلى بما في ذلك الأطفال التي تسببت بها المعارك السابقة.